لسه عامل هاند اوتس جديده تستاهل بقوه بقى. حد عايز يسجل بالمره يا شباب؟ حد عايز نفتح له تسجيل؟ تمام، انا هسجل. السلام عليكم، ازيك يا مستر سامح؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله، عامل ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. طيب انا عامه فتحت التسجيل. مين بيسجل دلوقتي؟ عاطف؟ مين مع عاطف؟ طيب بيسجل. انا بسجل اهو. طب كويس كويس تمام. طيب خليني كده نعمل انترودكشن صغنونه كده، تعرفكم الدنيا فيها ايه في الفار، ونشوف المنهج بتاعنا منظره عامل ازاي، وبعد كده نروح نشوف بلايم قسم المنهج ده على اليونتس الجديده شكلها عامل ازاي، وبعد كده نخش بقى في القصه بتاعتنا. ماشي الحال؟ ماشي تمام. طيب انا هحاول اشرح بالراحه بناء على طلب بعض الجماهير، وانا ما اقدرش اتاخر. الفرق اصلا في السي ام اي من التوبكس اللي بتسال بشكل ساذج، يعني الاسئله بتلاقيها موست لايكلي سهله جدا جدا. في اسئله اصلا هتشوفها النهارده انا عامل هاند اوتس جديده حاطط فيها كم اسئله وهمي، بحيث ان انت تتدرب على اكبر عدد منها، اسئله سي ام اي ومن اسئله ويلي. فانت هتلاقي بعض الاسئله تستغربها جدا من كتر درجه السهوله بتاعتها. بعض المعايير في المنهج بتاعنا ممكن تبقى فيها درجه من الشده سنه، لكن ستيل الاسئله برضو سهله. فجزء الفار من الاجزاء اللي احنا بنطمح ان سيادتك تخليها من مصادر القوه بتاعتك، فضلا عن ان الجزء ده او الحاجات اللي انت بتدرسها في السي ام اي تعتبر المينيمم اماونت من الانفورميشن اللي لازم سيادتك تكون اوير بيها، واللي موست لايكلي لو رحت عملت انترفيو هيسالك فيها. فانت ايه، اضرب كذا عصفور بحجر وتقوي نفسك في الحته ديت، بحيث ان انت ايه تظبط الدنيا من جميع النواحي. يعني لان دايما الناس بتذاكر السي ام اي قبل ما كان، يعني انا هحكي لكم على التاريخ. دي فتره كانت السي ام اي من غير فار، فكان الشخص يبقى مخلص سي ام اي ويروح انترفيو يلاقي ولا سؤال في الحاجات اللي ذاكرها. فانت على الاقل الحاجات اللي هتذاكرها ديت هتنفعك في حاجات زي كده كويسه قوي. طيب دي حاجه. ايه يا استاذ كريم؟ أستاذ كريم، طيب احنا معانا عامة أستاذ كريم من الناس اللي دخلت الامتحان الحمد لله، هو كان في جروب الجمعة الأولاني والحمد لله عدى وخلص كده الشهادة. في نهاية السيشن بقى لو هو كمل معانا كده، ممكن بعض الناس اللي عندها بعض الأسئلة الفضولية تبقى تسأله. يعني أنت جبت بارت 1 كام يا كريم؟ طيب كريم سافر، مفيش مشكلة. طيب أنا هقفل ده كده عشان ده إيه مش أبديتد، نفتح ده. طيب بصوا يا شباب، دلوقتي الـ ICMA طبقا للمنهج بتاعها اللي ضافته، وانتوا خلي بالكم ان الفار اتضاف في السي ام اي تاني في 2015. الفار على ايامي انا ما كنت بذاكر كان بارت كامل بتدرس فيه الفاينانشال اكاونتنج والرولز بتاعت هيئه البورصه، كان في بارت كامل لوحده، كان اطول بارت في السي ام اي، كان بارت زي السي بي اي بالظبط كده، بس اسئله السي ام اي في الفار يمكن كانت وقتها اشد من اسئله السي بي اي. بعد كده بتوع الاي سي ام اي خلوا الفار 25% من بارت بحاله، وبعد كده لغوا الفار تماما لحد ديسمبر 2014. من اول يناير 2015 حطوا المنهج اللي قدام عينيك ده تحت عنوان اسمه ايه؟ تحت شاشه. بس لان احنا مش شايفين حاجه، احنا مش شايفين. ما فيش شاشه المستقبل وخلاص بقى كفايه. طيب
طيب تمام. الهاند اوت دي معانا مستر؟ لا. طيب عايزينها بقى. حاضر ابعتها لكم اول ما نخلص ابعتها لكم على طول. تمام. فالمهم من اول يناير 2015 منهجك بقى فيه الحاجات ديت. لو جيت بصيت على المنهج بتاعك ده هتلاقي ان هو فيه الحاجه اللي ما ينفعش سيادتك ما تكونش عارفها، يعني اساسيات الاساسيات. فاول حاجه بدينها بدين بالايه؟ بالانس شيت، بالفاينانشال ستيتمنتس. يعني سيادتك ما ينفعش ما تكونش عارف الفاينانشال ستيتمنتس، واحنا النهارده هندردش مع بعض في الفاينانشال ستيتمنتس دي. مش هنخش بقى في التفاصيل بتاعه المعايير الحاجات دي، هنخش بس الايه على قد ما نقدر في الفاينانشالز. طيب قال لك محتاج سيادتك تكون عندك اويرنس بايه؟ بالبالانس شيت والانكم ستيتمنت والستيتمنت اوف تشينجز ان ايكويتي والكاش فلو. حلو الكلام. وجي من اول يناير 2020 حط لك الايه الانتجريتد ريبورتنج. جميل قوي. طب انت البالانس شيت النهارده لو انا فتحت بالانس شيت هلاقي جواها ايه بكل بساطه؟ السؤال ده احنا ما شاء الله يعني ده اللي احنا عارفينه بقى، دي اقصى طموحنا. جميل. طبعا احنا النهارده البالانس شيت جواها الاسيتس والليابيلتيز والايكويتي، الانكم ستيتمنت جواها ايه؟ جواها الريفينيوز والاكسبنسز والجينز واللوسز. الستيتمنت اوف كاش فلو بتعمل ريكونسيليشن للاكروال اكاونتنج نيت انكم، توصله بتجيب من خلاله التغير في الكاش اللي طرأ على الشركه عشان تعمل لك ريكونسيليشن ما بين الاكروال اكاونتنج ورصيد الكاش جوه الميزانيه. لو احنا جينا تاملنا كده الموضوع هنلاقي ان الناس بتوع الفاسب، عارفين الفاسب؟ الفاسب ده هو مجلس اعداد المعايير الامريكيه، مجلس اعداد المعايير الامريكيه اللي هو تولى اعداد المعايير من سنه 73. برايفت سيكتور، في سبعه انفار هم اللي مغلبيننا في حياتنا كده. الفاسب او الناس بتوع المعايير بشكل عام قال لك الفاينانشال اكاونتنج كعلم معموله عشان خاطر اليوزرز. عشان خاطر مين؟ اليوزرز. اليوزر، اليوزرز مين يا عم الحاج؟ قال لك بالذات الاكسترنال يوزرز. مش انت النهارده الاسيتس ايكوال للليابيلتيز بلس ايكويتي؟ فانت لو جيت بصيت على اصول الشركه كده مين اللي بيمولها؟ لا اما من جيبك الايكويتي الشير هولدرز، لا اما ايه؟ كل الجهود وكل الحسوكه اللي في المعايير والافصاحات والغتاته اللي ممكن تتخيلها عشان خاطر اليوزرز، مينلي الاونرز الانفستورز الكرنت والبوتنشال والكريديتورز الكرنت والبوتنشال. فكل الليله بتاعتنا معموله عشان خاطر اليوزر. واضح؟ طيب تاني حاجه لو جيت بصيت كده على المحاسبه الماليه هتلاقي ان المحاسبه الماليه مهتمه بقضايا معينه. مهتمه بايه؟ قضايا معينه. بتبدا من قضيه امتى؟ بتبدا من قضيه ايه؟ امتى؟ امتى المحاسب ينفع يقول كريدت سيلز ريفينيو؟ امتى المحاسب ينفع يسجل ايراد؟ امتى اسجل الاسيت عندي؟ امتى اسجل المخزون؟ قضيه امتى اللي احنا بنقول عليها هنا ايه؟ الاعتراف، الريكوجنيشن. الايه؟ الريكوجنيشن. بعد كده هتعترف بقى بديبت الاسيت. يعني انت نفترض اللي انت رحت اشتريت مكنه، المكنه دي ب 10 جنيه لحد ما وصلتها لمصر وركبتها ومش عارف ايه صرفت 4 جنيه. انت هتسجلها في الاخر بكام؟ 14. هتسجلها ب 14. بتوع الفاينانشال اكاونتنج شغالين بقى بقضيه الميجرمنت، سواء الانيشيال سواء ايه؟ الانيشيال ميجرمنت او السبسيكوينت ميجرمنت. يبقى بتوع المحاسبه شغالين بالهم بالميجرمنت، سواء الانيشيال ميجرمنت او السبسيكوينت. واحد يقول لي يعني ايه انيشيال ميجرمنت؟ مش انت لما تيجي تسجل الاصل هتقول ديبت الاسيت ب 14؟ طب المحاسب المالي يطلع يقول لك خلي بالك احنا بنسجل الاصل بقيمه الفاتوره واي تكاليف لابد من ان انت تصرفها على الاسيت عشان يوصل للكونديشن اللي المانجمنت يبقى بالنسبه لها ريدي فور يوز. ده الانيشال ميجرمنت. طب بعد كده هتعمل ايه في الفيكسد اسيت ده؟ والله هنعمل له ديبريشيشن. فالسبسيكوينت ميجرمنت انك ترمي على الاسيت ايه؟ ديبريشيشن.
فبيظهر فبيظهر في البالانس شيت بايه؟ بالكارينج اماونت او اللي احنا بنسميها القيمه الدفتريه النت بوك فاليو. بتوع المحاسبه شغالين بالهم بقضيه الفالويشن. بقضيه ايه؟ قضيه الفالويشن. يعني ايه الكلام؟ انا هنفترض ان انا عندي مخزون تكلفته 10 جنيه، هلاقي الفاسد بيقول لي وانت بتقفل عايز تقارن، عايزك تقارن التكلفه ديت بالنت ريلايزبل فاليو بتاعت المخزون، تقارنها بايه؟ النت ريلايزبل فاليو بتاعت المخزون وخد الاقل. فهتلاقي ان بتوع المعايير مهتمين اللي انت تروح على بنود في الميزانيه وتعمل لها فالويشن، تعمل لها ايه؟ فالويشن وتعرضها بشكل معين هم طالبينه منك. وعشان خاطر اليوزر انا محتاجك تعمل لي ايه بقى مع القوائم؟ ديسكلوجر. وتطلع لي ديسكلوجرز عشان خاطر اليوزر بتاعي يعرف يعمل ايه؟ يعرف ياخد ديسيجن، يعرف ياخد ديسيجن. جميل قوي. طيب النهارده التوسيم ايه؟ طبعا انا عايز انبهكم لحاجه مهمه جدا، الفاينانشال اكاونتنج اكبر علم موجود عندنا في دراستنا عامه في الكليه بتاعتنا وفي الكارير بتاعنا، اكبر علم، علم يعني بحر ملوش ساحل. فاحنا اما بيجي نتعامل مع المنهج بتاعنا بنتعامل على قد السكوب بتاع السي ام اي، لكن كل موضوع منه مواضيع. لكن انا كسكوب سي ام اي انا محتاج حاجات معينه بس مش عايز اطلع عنها، فاهمين قصدي؟ لانك لو رحت فتحت الكتب اللي هي الاي سي ام اي بيرشحها هتلاقي مثلا اشهرهم كتاب كيسو، ده كتاب 1600 صفحه، فانت عشان تقدر تغرس فيه وكل حاجه تعالجها بتفاصيلها الموضوع مش هيخلص. فاحنا هنلاقي ان هوك وويلي وجلايم بيحطوا لك حاجات بتعكس وجهه نظرهم في تغطيه الموضوع. بتوع السي ام اي طالبين مننا حاجات اساسيه جدا، يعني على سبيل المثال احنا قلنا الميزانيه جواها ايه؟ اسيتس لايبيليتي اكويتي. فقال لك انا اختار لك مجموعه من الاسيتس عايزك تعرف الفالويشن بتاعها، في مجموعه من اللايبيليتيز عايزك تعرف الفالويشن بتاعها، على حبه اكويتي ترانزاكشن تكون اوير بيه، ادي اللي مطلوب منك ايه تجاه بنود الميزانيه. ايه اهم حاجه في الانكم ستيتمنت مؤثره فيها؟ ريفينيو. فقال لك عايزك تعرف معيار الريفينيو ريكوجنيشن، امتى المحاسب يقول كريدت سيلز ريفينيو؟ واضح. وبعد كده حبه ترانزاكشن مرتبطه بالانكم ميجرمنت زي الديسبوزل بتاع الفيكسد اسيت. اما بنيجي نعمل ديسبوزل للفيكسد اسيت، نعمل ديسبوزل للفيكسد اسيت الانتري ايه، بيأثر على الانكم ازاي، وهكذا. واخيرا بتوع السي ام اي اختاروا سبيسيفيك ديفرنسز ما بين اليو اس جاب والايفرس، طبعا مش كلها، اختاروا بعضها، محتاجين سيادتك تكون عارف المعالجه ما بين الايفرس واليو اس جاب، المعالجه ما بين ايه؟ الايفرس والايه؟ اليو اس جاب. اليو اس جاب، ماشي الحال كده؟ تمام. حلو قوي. طيب استاذ جلاين بقى عمل ايه؟ في الاديشن الجديد بتاع جلاين بتاع 2021 بلايم خلى اليونت الاولاني على الفاينانشال ستيتمنتس، بالانس شيت وانكم ستيتمنت وستيتمنت اوف كاش فلو والكلام ده. اليونت الثاني خلاه للاكونت ريسيفابل اللي هي بتنشا بسبب البيع بالايه؟ البيع بالاجل. الاجل. انا لو بعت بالاجل هقول ديبت ايه؟ حلاوه. ديبت ايه؟ ديبت الاكونت ريسيفبل، صح كده؟ الاكونت ريسيفبل. طيب والمخزون، فخلى اليونت ده للريسيفبلز اللي نشأ من البيع والمخزون اللي انت بتبيعه. ده يعتبر ايه؟ كرنت ايه؟ كرنت اسيت. بعد كده يونت ثلاثة هيعرض لك فيه الانفستمنت، لو سيادتك معاك فلوس محيراك، لا اما بتروح تشتري ايه؟ تستثمر في اوراق ماليه او سندات، انت هنا انفستور، او تروح تشتري فيكسد اسيت او انتانجبل اسيتس. فخلى اليونت ده للايه؟ للانفستمنتس والفيكسد اسيتس والانتانجبل اسيتس. يونت اربعه خلاه بقى لللايبيليتيز،
الليابيلتيز ممكن تنشا بسبب ايه؟ ان سيادتك اجرت مثلا، وطبعا المصروف المهم للشركه قوي الانكم تاكس، واضح. ويونت 6 خلاها للريفينيو ريكوجنيشن، ويونت يونت 5 خلاها للريفينيو ريكوجنيشن، ويونت 6 خلاها للانتجريتد ايه ريبورتنج. ماشي الحال كده؟ جميل قوي. طيب انا بقى عايز اقول على حاجه. النهارده الفاسب اما تولى قضيه اعداد المعايير المحاسبيه كان ايه هدفه؟ خدمه مين؟ الاكسترنال يوزرز. الاكسترنال يوزرز. فالفاسب عشان يتجنب المشاكل بتاعه المجالس اللي كانت قبله اللي كانت بتعمل المعايير، وعشان يضمن وجود اطار بيكون بيمثل الفاونديشن للمعايير، طور الاطار اللي قدام عينيك ده. اللي قدام عينيك ده بنسميه ايه؟ الكونسبشوال فريم ورك بتاع المحاسبه بتاع الفاسب بتاع اليو اس جاب، مبني على فكره بسيطه جدا. انت النهارده الليله كلها بتاعت المحاسبه الماليه ده هدفها ايه؟ اقدم معلومه عن الشركه بتاعتي، معلومه طبعا تكون يوسفول للبريزنت والبوتنشال انفستورز، للبريزنت والبوتنشال كريديتورز، عشان يعرفوا يعملوا قرار، ياخدوا قرار لما يستمروا في الشركه، او لو هم لسه هيشتروا اسهم الشركه، او لو هم في الشركه ونفسهم يخلعوا نتيجه ان الحلقه بتاعتك منيله بنيله. وصل الفكره؟ فالمحاسبه الماليه بتلعب دور كبير جدا في اللي هي بتدي يوسفول انفورميشن لمين؟ للاكسترنال يوزرز، سبيشالي مين؟ البرايمري يوزرز، الاونرز، الانفستورز والكريديتورز. طب الكلام ده هيكون من خلال ايه؟ من خلال وسيله. الوسيله ديت هي القوائم الماليه بالنوتس والديسكلوجرز اللي فيها. لو جينا تأملنا كده بصينا ايه اللي جوه القوائم الماليه ديت، هتلاقي ان على سبيل المثال جوه الميزانيه في الاسيتس واللايبيليتيز والايكويتي والانفستمنتس باي اونرز والديستريبيوشن تو اونرز. ولو جيت بصيت في الانكم ستيتمنت هتلاقي الريفينيوز والاكسبنسز والجينز واللوسز. الكلام ده اللي هيبقى جوه القوائم الماليه اللي هياخدها مين؟ اليوزر. طب انا النهارده عشان اضمن ان اليوزر ده ياخد القوائم ديت ويعرف ياخد ديسيجن، كان لابد ان الفاس بيهايلايت ويفوكس ويلفت انتباه الشركات من خلال الكونسبشوال فريم ورك ان المعلومه المحاسبيه لابد ان هي تتسم ببعض الخصائص اللي لازم تتوفر فيها عشان يقدر الراجل ده يعتبرها معلومه يوسفول وياخد بيها قرار. الكواليتيف كاركترستكس المحاسبيه ديت مش خلاص ما بقتش كانت موجوده زمان علينا في المنهج، اتشالت، بس يعني يستحسن تخليها في الباك جراوند بتاعك. عندك فاندمنتال كواليتيز لازم تكون جوه المعلومه المحاسبيه، يعني حاجات ما فيهاش خلاف. اول حاجه المعلومه لازم تكون ريليفنت عشان ينفع تفيد في اتخاذ القرار. لازم المعلومه تبقى ايه؟ ريليفنت. ولازم تكون ريلايبل، اللي احنا بنسميها هنا دلوقتي فيسفول ريبريزنتيشن. فيسفول ايه؟ ريبريزنتيشن. جميل. يعني انا النهارده من خلال الانترم ريبورتنج بتاع كيو 1 بقدر لو المعلومه اللي فيه ريليفنت بقدر ابريدكت لحد قفله السنه ممكن نعمل كام انا كيوزر. فاهمين الكلام؟ تديني كونفرميشن ان اداء الاداره في كيو 1 واصله؟ تمام. والمعلومه عشان تكون ريلايبل او فيسفول ريبريزنتيشن لابد ان هي تكون كامله، لابد ان هي تكون نيوترال، لابد ان هي تكون خاليه من الاخطاء. فهنا الفاسب بيزن ان لابد من تحقق شروط معينه كخصائص اساسيه جوه المعلومه المحاسبيه. والموضوع ده بياخد بتوع اعداد المعايير لجانب اخر احنا ممكن ما نحسوش قوي. هديك ليه اكزامبل صغير قوي. انا النهارده بقفل ميزانيه 2020 وعندي ارض شاريها من سنه 80. الارض دي كنت شاريها ب 100,000 جنيه، النهارده الارض دي عامله 10 مليون جنيه.
الفاز بيجي يقول لك انا هظهر الفيكسد اسيد بالهيستوريكال كوست، فبيقدم الريليابيليتي كخاصيه من خصائص المعلومه المحاسبيه على الريليفنت كخاصيه، في حين ان الايفرس ممكن يفتح الباب لاعاده تقييم الاراضي ديت. فشايف ان تقديم في من خلال الريفالويشن ان هو يقدر يقدم الريليفنس على الريليابيليتي. فاهمين انا عايز اقول ايه؟ عادة تقييم الأراضي كان. أنا عايز أقول إن الخصائص ديت هي اللي بتبقى أساس للناس اللي جوه الفاسب والأيسب وهم بيحطوا المعايير، بس على مستوى عالي قوي يعني. ماشي. طيب العلم بتاعنا بيدور حوالين إيه؟ إمتى؟ اللي هي قضية الإيه؟ الريبوكيشن كام؟ measurement and evaluation والديسكلوجرز اللي لابد ان هو ياخدها اليوزر عشان تفيده مع القوائم والنوتس ياخد الايه الديسيجن. المحاسبه طبعا قامت على مبدوع مجموعه من الافتراضات، من اهم الافتراضات مبدا الجوين كونسيرن، فرضيه استمرار المنشاه، وده اللي بيبرر انا ليه بظهر على سبيل المثال الفيكسد اسيتس بالهيستوريكال كوست، وده اللي بيبرر ممارسات الديبريشيشن والامورتايزيشن وما الى اخره. والمبادئ المحاسبيه طبعا اللي هي مبدا الاعتراف بالايراد والاعتراف بالمصروف، يعني امتى هنسجل ايراد وامتى هنقول مصروف. انت لو تاملت هتلاقي ان الايراد دايما بيخش اما الشركه بتوفي باللي عليها. فاهمين؟ يعني انا النهارده عايز ابيع لحسين القلم ده، او عايز ابيع له كوبايه القهوه ديت، فحسين دخل عليا اديته كوبايه القهوه، الكنترول بتاع القهوه بقى في ايد مين؟ حسين. فانا اقدر كبايع اعترف بالايراد لاني وفيت بالاوبليجيشن اللي عليا. لو رحت تاملت بقى الكوست اوف جود سولد في الميزانيه في البي ام دي ال بتاعتي في الانكم ستيتمنت، هلاقي اللي هي بتحصل بسبب الكوزن دي افكت ده، عمليه البيع بتريجر الديبت الكوست اوف جود سولد كريدت المخزون. فانا مش متصور اقول ديبت الكوست اوف جود سولد من غير بيع، صح ولا لا؟ طبعا اكيد، الا ان في بعض المصاريف جوه قائمه الدخل من الممكن تصورها بس غير الكوزن دي افكت ريليشن شيب. على سبيل المثال الديبريشيشن هو عباره عن سيستماتيك الوكيشن لقيمه المكنه على عمرها الانتاجي، صح ولا لا؟ فبتوع المعايير جم قالوا لك خلاص يستحسن اللي انت تكون عارف الاكسبنس ريكوجنيشن في المحاسبه كمبدا في المحاسبه بشكل عام. انت بقول انت برمي مصروف، قد يكون كوزن دي افكت ريليشن شيب كما هو الحال في الكوبز، قد يكون سيستماتيك الوكيشن كما هو الحال في الديبريشيشن، وقد يكون بسبب مرور الوقت بس. بسبب ايه؟ مرور الوقت بس. يعني انا مأجر شقة وما دفعتش الايجار ده ومر الشهر، هل هرمي مصروف؟ اه طبعا هقول ده كريدت الاكرود رنت، صح ولا لا؟ اه. بتقول المحاسبة بيقول لك اخدت بالك ممكن يكون رمي المصروف في البي ان دي مرتبط بس بمرور الوقت، وممكن يكون مرتبط بسبب وجود مخاوف ان ممكن يكون على الشركه كونتينجنت لايبيليتي بقيمه هي عرفت تحددها ببروبابيليتي عاليه فبنسجلها بناء على ذلك. يعني انا عايز اوسع مداركك بس ان قضيه امتى بيخش المصروف ليها يعني ليها تصورات. طبعا المحاسبه وهي كعلم اي علم سواء كوست اكاونتنج او فاينانشال اكاونتنج ما ينفعش الكوست تكسيد البنفيت، عشان كده وانت بتصمم اي معيار او كده دايما في متطلباتهم اخدين في الحسبان الكوست بنفيت ريليشن شيب. طيب ده كده يا جماعه كلام عام عشان بس نتصور القصه عباره عن ايه. اول حاجه محتاجين سيادتك تكون عارفها، احنا بقى همشي بنفس الكلام. بصوا يا جماعه ده يونت 1 كله، خلاص ده يونت 1 كله. حطه بترتيب بلاين بالظبط، حطه بترتيب مين؟ بلاين بالظبط. انا اعتمدت في معظم الشرح على جلاين وانا شايفه زي الفل،
لو انا حسيت ان انا في حته بحتاج فيها كيسه بدخله على قده بالظبط. اي حد فيكم انترستد نفسه يشوف الحاجه دي بمزيد من التفصيل ممكن يعني الحاجات دي انا شارحها في الفيديوهات اللي نزلتها بتاعه السي بي اي بالتفصيل وشارح حاجات من كيسه بالتفصيل. بس ده بالنسبه للسي بي زي الفل قوي. انا بتكلم عن الناس اللي بتطمع في علم اكتر يعني. طيب احنا قلنا ايه الاوبجكتيف بتاع الفاينانشال ريبورتنج؟ ان انا عايز ايه اعمل ايه؟ اخلي اليوزر يعرف ياخد ايه ديسيجن قرار. الكلام ده هيكون من خلال وسيله بالنسبه لنا احنا هي القوائم الماليه بالنوتس والديسكلوجرز بتاعتها. طب انا لو بصيت جوه القوائم ديت هلاقي ايه؟ هلاقي الانتيتيز ايكونوميك ريسورسز اللي هي ايه؟ الاسيتس. وايه اللي على الاسيتس؟ الكليم عليها، صح ولا لا؟ واضح؟ فانا من خلال بص للقوائم كده بيبقى عندي بيز اقدر اقيم بيه الليكويديتي بتاعت الشركه، اقدر اقيم بيه. طبعا الكلام ده هتاخدوه بالتفصيل في بارت 2 في الفاينانشال ستمنت اناليسز. هتاخد بقى تاخد الكرنت اسيتس تقسمه على الكرنت لايبيليتي، تعمل حاجه اسمها كرنت ريشيو تقيس بيه الليكويديتي، ممكن تعمل كويك ريشيو وهكذا، وتقيس السولفنسي اليسر المالي بتاع الشركه، تشوف ايه، وتقدر تقيس وتقيم الفاينانسنج نيد بتاعه الشركه والبروفيتابيليتي اللي هي ممكن تحتاج فاينانسنج. طيب حلو قوي. فالكلام ده هيحصل من خلال ايه؟ هيحصل من خلال قائمه، طبعا كذا قائمه منهم حاجات اساسيه الانكم ستيتمنت اللي بتوريك البرفورمانس بتاعنا. هي الانكم ستيتمنت عباره عن ايه يا جماعه؟ مش سيلز ريفينيو؟ مش انا النهارده لو انا فاتح عشان اصنع وابيع كراسي، انا البرفورمانس بتاعي بتاع الكراسي جاب لي ايراد اكس والكوكز بتاعتي بواي، فانا كسبان زد. لقطوا الفكره؟ بتبين لي البرفورمانس. اما البالانس شيت بتوريك الاسيتس واللايبيليتيز والايكويتي ات ا بوينت ان تايم وانت بتقفل السنه بتاعتك. واضح كده؟ طيب فتقدر تقيم الاداره وتعمل بريدكشن الفيوتشر ريتيرن وهكذا. طبعا احنا كمان هنسين ايه هن ايه هندرس كل حاجه اكوردنج للايه جاب اكوردنج للجاب، بس ستيل حبه فروقات مع الايفرس هناخدها. طبعا هنا جلاين بيفرق لك ما بين الفاينانشال اكاونتنج والمانجيريال اكاونتنج. هو انا عايز اقول لكم على حاجه، هي الفاينانشال اكاونتنج بتخدم على الاكسترنال يوزرز، لكن الشغل جوه الشركه والمانجمنت نيدز مين بيلبيها اكتر؟ المانجمنت اكاونتنج. تمام. طيب اليوزرز بتوع الفاينانشال ستيتمنتس طبعا ممكن نتصور دايركت يوزرز وممكن نتصور اندايركت. في الدايركت يوزرز مين اكتر ناس الفسب على قناعه ان هم اول ناس في الطابور في الاهميه؟ الانفستورز كريديتورز. طبعا ستيل في دايركت يوزرز تانيين زي الاداره نفسها والموظفين، وفي ناس زي الاس اي سي هيئه البورصه والناس الفاينانشال ادفايزرز والكونسلتنت والاناليست والريجيوليتوري اثوريتيز، كل دول ليهم علاقه بالقوائم بتاعه الشركه بس بطريقه غير ايه؟ غير مباشره. من الممكن النظر برضو لليوزرز اكسترنال. الاكسترنالز فيهم كل حاجه اكسبت الاداره والامبلويز. واضح؟ واضح الكلام؟ طيب نحل السؤال الجميل ده. هجيب ميه بس لحظه. Thank you.
الإجابة إيه؟ تبعتوا؟ بعتوا الشات يا شباب؟ تمام. واحنا ماشيين كده هنحل عدد من الأسئلة كويس. هقول لك هو السؤال ده سين ايه ولا ويل اللي مؤلفينه، بحيث ان انت برضو ايه تبقى عندك سنس بالأسئلة. يعني السؤال ده سؤال سين ايه، السؤال اللي قدامك ده سؤال ايه سين ايه. واضح الإجابة يا جماعة ايه؟ حد عايز اي حاجة، اي فيدباك؟ نحل السؤال الجميل ده. ده سؤال التيم بتاع ويلي اللي مألفه، حتى تحس كده صياغته نفسها غريبة شوية. كلنا عرفنا نوصل للإجابة. طيب كل اللي جاوبه جاوبه سليم زي الفل. الإجابة الصح دي، في حد متلخبط؟ أستاذ جلايم هنا عمل لك حاجة اسمها Features of Financial Statements، وكتب لك نود غريبة قوي، بيقول لك خلي بالك الديسكلوجرز كانت زمان في ضمن الـ LOS بتاعت الامتحان إلا إنها اتشالت، بس أنا أحب لسيادتك برضو إيه تقراها. ماشي حاضر. الـ Financial Statements تعتبر هي الوسيلة الأساسية اللي أنا بعمل بيها زي ما قلنا Communication للإيه؟ للـ Financial Information ديت. لمين؟ للـ External Parties. طب هل أنا بديله Financials بس ولا بحط معها إيه؟ بحط معاها إيضاحات، بحط معاها disclosures، بحط معاها supplementary information. كل ده عشان الباشا يعرف يعمل إيه؟ عشان يعرف ياخد قرار. decision. جميل. النوتس تعتبر بارت أساسي من القوائم المالية. بارت أساسي من الإيه؟ من القوائم المالية. ودايما طبعا لو أنت مسكت ميزانية شركتك، لو شركتك بتعمل ميزانية وبتقمضي من KPMG أو Deloitte أو 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 أو، هتلاقي اول فوت نوت مكتوبه مع سيت اوف فاينانشال ستيتمنتس، بتقول لك از جنرالي وان ديسكرايبنج سيجنيفيكانت اكاونتنج بوليسز، والله الشركه بتتبع السياسات الماليه الفلانيه وبتستخدم كذا في تحديد الاستيمتس و و و و. الفصل بيحذرك ان ما ينفعش تستخدم النوتس عشان تصلح بيها حاجه مش مظبوطه في البرزنتيشن، وده اظن شيء منطقي. طيب ايه القوائم الماليه بتاعتنا اللي احنا هنتعرض لدراستها؟ قلنا الستمنت اوف فاينانشال بوزيشن، او زي ما التوليوس جاب بيحبوا يسموها بالانس شيت، والانكم ستيتمنت، والستمنت اوف كومبرهنسيف انكم، والستمنت اوف تشينجز ان ايكويتي، والكاش فلو. جميل. بعد هنا جلايم حب يجيب لك بعض المعلومات اللي احنا اتكلمنا عليها واحنا بنتكلم على الكونسبشوال فريم ورك، اتكلم على الجون كونسرن والكلام ده، وده خلاص احنا قلناه يعني. طيب ايه الفاينانش برضو من الحاجات اللي جلايم جايبها لك، الفاينانشال ستيتمنتس ريليشن شيبس. ايه الكلام ده؟ انت النهارده لو رحت بصيت وكاتب كلام منطقي طبعا، النيت انكم بتاع الانكم ستيتمنت، لو انا جيت عملت كده كتبت انكم ستيتمنت سيلز ريفينيو ماينس كذا 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 نيت انكم، النيت انكم ده في البالانس شيت هتلاقيه فين؟
في البالانس شيت ولا ايه؟ فين؟ لا في ال في الايكويتي. في الايكويتي لاين كاتب لك ايه؟ فاينانشال ستيتمنت ايه؟ ريليشن شيب. بيقول لك النيت انكم في الريتند ايرننج. وعشان خاطر اليوزر كمان الفسب طلب من الشركات تعمل حاجة اسمها statement of changes in stockholders equity، يعني قائمة التغيرات في حقوق الملكية. بناخد أرصدة أول المدة من حقوق الملكية كلها ونحط عليها حركة السنة ونوصل لرصيد آخر. لقطوا الفكرة؟ طيب رصيد الكاش بيظهر فين؟ في الميزانية. هنطلب من المحاسبين يعملوا reconciliation. هنطلب من المحاسبين يعملوا ايه؟ reconciliation للنت انكم ويوصلوا الرصيد الكاش اللي موجود في الميزانيه ده عن طريق انهي قايمه؟ كاش فلو. الكاش فلو. الايتيمز اللي جوه حقوق الملكيه بنعمل لها reconciliation من خلال قائمه التغيرات في حقوق الملكيه. رصيد اخر المده من المخزون اللي هو مش احنا بنقول البيجينينج انفنتوري زائد النت بيرشز بيدينا الافيلابل ماينس الكوجز او ماينس الاندنج يديك الكوجز. فبيقول لك شايف الاندنج انفنتوري ده اللي انت بيبقى عندك في كارنت اسيتس في الميزانيه ده جاي من حسبه الكوجز بتاعتنا اللي بتخش جوه قائمه الدخل. بيحاول يديك حبه علاقات يعني. طيب مش الميزانيه فيها فيكسد اسيتس؟ هتلاقي جوه البي ام دي ال بتاعتك في الانكم ستيتمنت الامورتايزيشن والديبريشيشن. وصلت كده؟ تمام. اخر حاجه خالص بقى جلايم قايلها في المقدمه ان احنا شغالين طبعا وفقا لايه؟ اكروال بيزز. مش شغالين وفقا لايه؟ كاش. ده معناه ان انا بسجل ايراد حتى لو انا ما حصلتش كاش، وبسجل مصروف حتى لو انا ما دفعتش كاش. واضح كده؟ جميل. طيب هو هنا جلايم بادي بالبالانس شيت، بس انا هفضل ابدا زي كيسو بالانكم ستيتمنت وبعد كده هرجع اديكم البالانس شيت. ماشي؟ النهارده لو رحت فتحت income statement هلاقي فيها ايه؟ هلاقي فيها، هو هنا بيكر عامل لها اختصار بس انا حاسس ان دي افوره قوي، بيقول لك ريجل ماشي revenues expenses gains losses. مش للدرجه دي يعني. يعني حاسس دي عند اللي حلو. يعني دي الحاجه الوحيده اللي عارفينها، فعيب كده يعني اعمل لها اختصار كمان صعبه. ماشي. فبيقول لك الانكم ستيتمنت بتوريك البرفورمانس بتاع الشركه ديورينج البيريود من اول مثلا 1 يناير لحد 31/12. مش بتديك سناب شوت زي الميزانيه دي، بتديك الريزلتس بتاعتك ديورينج او اوفر ا بيريود اوف ايه اوف تايم او ديورينج ا بيريود اوف تايم. لقيت الكلام؟ يعني المبيعات ديت حاصل مبيعات 12 شهر. واضح؟ الميزانيه بتديك لقطه سناب شوت. طيب بعد كده برضو من الطريقه اللي بيشرح بيها كان بيقول لك ايه الريفينيوز والاكسبنسز، دي الحاجه اللي انت شغالها كل يوم every day all day. يعني انت النهارده بتبيع كراسي، الريفينيوز متوقع تكون مبيعات الايه؟ الكراسي. الريفينيوز جاي من الحاجات السنترال اوبريشن بتاعك، الريفينيوز جايه من البرايمري بيزنس بتاعك، الاكسبنسز اللي هي الكوبز والمصاريف السيلينج والادمن ديت اللي هي جايه بسبب بيعك للكراسي. لكن هل انت فاتح عشان تبيع المكنه اللي بتصنع الكراسي؟ لا، انت مش فاتح عشان كده. فلو انت بعت المكنه وحققت فيها ربح او خساره مش بسميه ريفينيو، بسميه جين اور ايه اور لوس. بسميه جين اور لوس. لوس اسيت ديسبوزل ولا جين اور لوس اون ديسبوزل. ماشي الحال؟ ماشي. طيب
في هنا حته برضو بعض الكتب بتتعرض لها بس جلاي ما جابش سيرتها ولا لكم بالمره ولا اقول لك هقول لك بس مش دلوقتي مش ناقصين ولا علم ده واضح ده لو فتحنا مش هنخلص. طيب السؤال ده سؤال التيم بتاع ويلي مؤلفه يا ده ايه الجمال ده دي لا احنا نحجز بقى اللي جابه ايه دي بس اللي جابه دي. طيب شايفين السؤال ده بقى او ده سؤال امتحان السؤال اللي قدام عينيكوا ده سؤال امتحان انا اصلا مش مصدق شيرهولدر ايكوتي شيرهولدر ايكوتي دي برضه هو ده سؤال سيمي اه والله سؤال سيمي يا ريت كله يبقى كده والله اللي يحزن بقى اللي انت ممكن في الامتحان تفتكر ان في ان اه يعني مشكله في كده بيقول لك ايه الفرق ما بين الريفنيو اللي جاي من بيع الكراسي والجين مثلا اللي جاي من الديسبوزال قلنا ده سؤال ويلي ده أسامة أيوه هو أنت داخل من الموبايل؟ لا لاب طب وأنت شايف الشاشة صغيرة؟ أيوه إزاي؟ غريبة أوي طب أنت شايف صورتي أنا شخصياً كبيرة ولا صغيرة؟ لا صغيرة برضو؟ ضغطتين على الشاشة تقريباً عايزة زوم شوية بس ضغطتين على الشاشة هي اصلا الشاشه دي المفروض تظهر يعني المفروض الكلام ده يظهر لكم كبير جدا اه طبعا ظاهر كده يبقى في حاجه عندك يا اسامه في السيتنج ممكن لو ضغطتين على الشاشه نفسها اللي عايزه تكبر بتكبر معاك اه خلاص تمام كده تمام الاجابه ايه يا شباب بي الاجابه بي شغال طيب انا هنا زودت لكم تو سلايدز كده من عند عمو كيسو عشان بدا ايه نقوي شويه الكلام اللي قاله كلايم انا النهارده كيوزر لو جبت قائمه الدخل بتاعت شركه ممكن تفيدني في ايه ممكن تخليني اقدر اعمل ايفالويشن للبرفورمانس بتاع الشركه صح ولا لا الانكم ستيتمنت طبعا بتساعد اليوزرز اللي هو يقدر يعمل بريدكشن بتديله الاساس ان هو يعمل بريدكشن للفيوتشر بيرفورمانس بتاعها ماشي بس الكلام ده يا جماعه بيحصل من خلال ريشيوز بقى وتحليل مالي لكن انت مش هتمسك قائمه الدخل كده ما شاء الله هتلاقي كل حاجه ضربت في وشك وبتهلب اسس الريسك اوف اور انسرتينتي اوف اتشيفينج الفيوتشر كاش فلوز عندك معلومات بقى تخص انت رميت قد ايه باد ديت وهكذا فبتقول لك هنا بتساعد الانفستورز والكريديتورز يسجريجيت الاوبريتنج بيرفورمانس عن النون اوبريتنج ريسورسز النون ريكورينج ريسورسز اوف انكم فتعرف بناء عليها الشركه هتعمل ايه في المستقبل برضه هنشوف التقسيمه حالا بتوع الفاز بيطالبينها منك ازاي العيوب بتاعه الانكم ستيتمنت او نقدر نقول الليميتيشن بتاعه الانكم ستيتمنت في ليميتيشن مرتبطه بكل القوائم الماليه يا جماعه في ليميتيشن مرتبطه بكل القوائم الماليه في حاجات بتبقى مرتبطه بقايمه بعينها يعني الحاجه اللي مرتبطه بكل القوائم الماليه ان ممكن الشركه تستخدم طرق مختلفه من المحاسبه يعني ممكن حسين يستخدم ستريت لاين وابراهيم يستخدم ايه
اكسلريتد وبثبات العوامل الاخرى يطلعوا ربح مختلف. فخلي بالك بالليميتيشن. انا النهارده وانا بحكم على البادجت انا رميت 10 جنيه الثاني حكم عليها انها 5 جنيه بس مؤثره برضو، فالاستيميتس والجادجمنت بتاع المانجمنت مؤثر. ثاني حاجه ان مش كل حاجه بتتسجل جوه قائمه الدخل، في حاجات احنا ما نقدرش نسجلها زي الايتيمز اللي بتخش جوه الاو سي اي مثلا، فدي بتطلع بره قائمه الدخل. فلو انت بتقيم الشركه من قائمه الدخل خلي بالك ان ده ليميتيشن. واضحه كده؟ واضح كده؟ طيب فهنا بيقول لك لو انت بتقارن شركتين كل واحده دي مثلا شغاله ستريت لاين ودي شغاله اكسلريتد، كانك بتقارن ايه ابل تو ايه تو اورنج. شركه بتحط يوسفول لايف طويله جدا للاصول الثابته، وشركه تانية بتحط سنين قليله، الانكم هيختلف، فده ليميتيشن وهكذا. انا في وجهه نظري سلايد 39 و40 بيست كانديديت للاسي. نحل السؤال الجميل ده، سؤال سي ام اي. خلاص يا شباب؟ خلاص؟ الإجابة الصح إيه؟ حد عايز فيدباك؟ الإجابة الصح إيه؟ حد عايز فيدباك؟ فيدباك عن CMS. Compare the company's results to those of its competitors. يعني أنت بتمسك قائمة الدخل بتاعت IBM، تعرف تبص على قائمة الدخل بتاعت الكمبيتيتورز معاها تقارن كيوزر. لو انت مستثمر في بيبسي وانا مستثمر في كوكاكولا، اما بمسك قائمة الدخل نعرف نقارن. تمام. طيب ده سؤال بتوع ويلي مؤلفينه، حتى ووردنج بتاعه كده كئيب شوية، بس ايه يعني اسئلة تدريبية. يعني بصوا يا جماعة، الاسئلة اللي مكتوب تحتيها اي سي ام اي ديت اسئلة سي ام اي، والاسئله اللي فيها الاكواد ديت دي بتبقى اسئله ايه ويلي. بس هي انا بفضلها عن اسئله جلايم الحقيقه اللي جلايم بيالفها. ووردنج يعني. طب حد شاك في ايه؟ حد شاك في ايه يا شباب؟ لا ما مجابوش في، وانا شاكك في دي. طيب بصوا معايا، السؤال بيتكلم على الحته ديت، بيتكلم على الحته ديت ماشي؟ different accounting methods. شركة اي بي ام شغالة accelerated depreciation والشركة تانية شغالة straight line، فبتقارن دي بدي. هل ده بالنسبة لك بيبقى يعني limitation ولا دي حاجة كويسة؟ ده limitation. difference in results due to variations in accounting methods accelerated و straight line بتخلي الموضوع ده صعب على اليوزر اللي يقعد يقارن الشركات ده بعضها، صح ولا لا؟ تمام. واضح يا جماعه السؤال؟ ماشي. طيب ركزوا بقى كده معايا.
سلايد 43 ده مهم جدا جدا جدا. الفاس بيجي قال لك ايه؟ بس قبل ما نقول النقطه سي خلينا نخلص من النقطه ايه، من النقطه دي ونخلص. لحظه يا شباب كده، بسم الله. كلنا عارفين ان حسابات الميزانيه، حسابات الميزانيه تعتبر permanent real accounts، تعتبر ايه؟ permanent real accounts. حسابات قائمه الدخل الانكم ستيتمنت temporary nominal accounts. في حد مش فاهم الكلام ده؟ حسابات مؤقته ودائم. في حد مش فاهم الكلام ده؟ اوضحه. هو ده مستحيل يجي لك عليه سؤال في السي ام اي، بس لازم تكون فاهمه. فيدباك سريع يا مستر نفهم. حسابات قائمه الدخل اما بتيجي تقفل 31/12 كل حسابات قائمه الدخل، لو انت ما بتصحى تاني يوم الصبح والسيستم قفل هتلاقي كل حسابات قائمه الدخل بقت زيرو. في كود اقفال بيحصل في السيستم، كان زمان بيتعمل، المحاسبين بتوع زمان كانوا بيعملوه بايديهم، بياخد بيقول كريدت كل حسابات المصروفات وديبت كل حسابات الايرادات والجينز ويقفلهم في ريتيند ايرننج. فالحسابات دي مؤقته بتستخدم لمده سنه وبعد كده بتصفر وتخش جوه ريتيند ايرننج. تمام. اما حسابات الميزانيه لا، ده حساب ليه رصيد اول حركه رصيد اخر. حسابات تمام. واضح؟ واضح. تمام. طيب المعلومه بقى اللي انا عايزك تخليها زي اسمك، النهارده الفزب، النهارده الفزب جه قال لك انت عندك حاجه اسمها انكم ستيتمنت، عندك حاجه اسمها ايه؟ انكم ستيتمنت، سيلز ريفينيو ماينس 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 نيت انكم، وعندك حاجه اسمها بالانس شيت، اسيتس كارنت نون كارنت، لايبيليتيز كارنت نون كارنت، واكويتي. اول لما اقول لك اكويتي يعني كابيتال، كابيتال يعني كومن ستوك، اسهم عاديه، اديشنال بيدن كابيتال، بريفيرد ستوك اسهم ممتازه، وريتيند ايرننج. اما بتقفل السنه النيت انكم بيقفل فين؟ في ريتيند ايرننج، صح كده؟ صح. جميل قوي. الفيس دي قال لك ايه؟ ركز بقى في الكلام اللي هقوله لك ده. كل الترانزاكشنز، كل الترانزاكشنز اللي تتخيلها اللي بتاثر على تغير الايكويتي بتخش جوه الانكم هنا. واضح؟ واضح الكلام؟ تمام. يعني انا الايكويتي دي كده وكده انت اتغيرتي ليه؟ هتجاوبك اجوبه بسبب الانكم ستيتمنت. وصله؟ تمام تمام يا ريس. اكسبت كام حاجة؟ اكسبت كام حاجة لازم يبقوا زي اسمك؟ أنا النهاردة لو أصدرت أسهم هل ده هيأثر على الإيكويتي؟ آه آه. وهل مر على الإنكم ستيتمنت؟ لا لا لا. أحد الإكسبشنز ترانزاكشنز ويز أونرز. وصل؟ واضح؟ وزعت ارباح، اعلنت عن توزيعات ارباح، اعلنت عن توزيعات ارباح، هقول ديبت الريتند ايرننج، صح؟ كريدت الديفيدنس بيبل من حساب الارباح المحتجزه الى الديفيدنس بيبل، صح؟ هل الاعلان عن توزيعات الارباح بيغير الايكويتي؟ ايوه بيغير. اه طبعا بيغيرها. هل مر على الانكم ستيتمنت؟ لا. يعني الاكسبشنز ترانزاكشنز وز ايه؟ وز واضح؟ تمام. رقم اثنين، انت النهارده في 2020، انت النهارده كنت في 2019 كنت
كنت شغال طول حياتك فايفو ايه؟ فايفو عارفين يعني فايفو؟ فرست إن فرست أوت قلت أنا عايز أبتدي في 2020 أشتغل بالويتد أفريج أشتغل بإيه؟ بالويتد أفريج فبتحفز بيقوله خلي بالك طبعاً أنت لازم تبقى كونسيستنت في تطبيق الطريقة بس أنت كان عندك جستيفيكيشن اللي أنت تطبع دي وده بالنسبة للبزنس أفضل ولليوزر المهم أنت ابتديت تشتغل بإيه؟ بالويتد أفريج فالفاز بخايف على مين؟ خايف على اليوزر فقال لك وانت بتقفل 2020 في السنة المقارنة بتاعت 2019 عايزك تعدل لي المخزون هتعدل لي ايه؟ المخزون مخزون وتعدل لي الأرباح المحتجزة نيت اوف تاكس وكأنك كنت شغال بالويتد أفريج وكأنك كنت شغال بالإيه؟ بالويتد أفريج فهل الحركة دي هتأثر على الإيكوتي؟ آه ما أنا هتعدل الريتيرن بإيرنينج رصيد أول صح؟ هتأثر على الإيكوتي هل مركت على قيمة الدخل؟ لا فمن ضمن الإكسبشنز البراير بيريود إيه؟ adjustment زي التغير في المبدأ المحاسبي انك كنت شغال فايفو واشتغلت ايه مع part 2 تفصيل كلام ده ايه تفصيل بيسموا المعالجة ديت retrospective او error correction لقيت material error في 2020 يخص المخزون مثلا في اللحظة دي الفاسد عشان اليوزر قال لك وانت بتعرض القوائم المالية بتاعت 2020 السنة المقارنة بتاعت 19 عايزك تحط لي قيمة المخزون والتعديل بتاع أثره على الريتيرن دي إيرنينج نيت أوف تاكس كأن الخطأ ما حصلش كأن الخطأ إيه؟ ما حصلش فالإمباكت هيبقى على الإيكوتي موجود سواء جين أو لص طبعا ده هيغير الإيكوتي وما مرش على الإنكم ستيتمنت يبقى أنا النهاردة الترانساكشنز with owners بتغير الإيكوتي؟ آه بتغير الإيكوتي بس ما بتمرش على الإنكم ستيتمنت البراير بريد أدجستمنت بتغير في الإيكوتي بس مش بتخش جوه الإنكم ستيتمنت واضح؟ طيب عايز الفت انتباهكم لحاجة في حاجة اسمها تغير في التقدير يعني ايه؟ ليه؟ تغير في الاستمت يعني انا مثلا وانا بقفل 2019 كنت شايف ان العميل الفلاني المفروض نقدر له 10% بروفيجن بروفيجن قلت لا هو المفروض يبقى 15 ده تغير في الاستمت بتحطه في البي ان دي ال بتاعت السنة وخلاص ما بترجعش تعدل حاجة ولا اي حاجة فاهمين؟ يعني فرق ما بين كلمة change in accounting principle و change in estimate اللي change in accounting principle retrospective اللي change in estimate prospective تاني مستر هاتي يعني أما أنا النهاردة مثلا زي ما قلت لك البروفيجن أنا كنت أخذ 10% بروفيجن جيت قلت لا المفروض 15 ده تغير في accounting estimate لا يستدعي ابدا ان انا ارجع واعمل واغير والكلام ده واضح تمام كنت بهلك المكنه على 10 سنين قلت لا تتهلك على 8 ده تغير في الاستيمت واضح تمام طيب الفاز بيجي قال لك كل حاجه بتاثر على الايكويتي بتخش جوه الانكم ستيتمنت اكسبت رقم 1 و2 واكسبت أربع حاجات اوعى تدخلهم لي جوه الانكم ستيتمنت اوعى قلت له ايه الأربع حاجات دول؟ قال لي دي عناصر دخل أخرى عناصر دخل ايه؟ أخرى بنختصرها في كلمة بف العناصر ديت
عناصر دخل شامل اخرى، عناصر دخل شامل اخرى، اذر اخرى، كومبرهنسيف شامل، انكم دخل، عناصر دخل شامل اخرى. ماشي. الاربع عناصر دول الفاس بقال لك على جثتي تدخلهم جوه الانكم ستيتمنت. طب اوديهم فين؟ اسجل الجين والنوسس بتاعتهم فين يعني؟ قال لي تحت الانكم ستيتمنت خد شرط كده، خد خط كده واكتب او سي اي، عناصر دخل شامل اخرى، وحط الاثر بتاعها بس مش في الانكم ستيتمنت، تحتها. ماشي، واضح؟ تحت النت بروفت يعني. اه واضح الكلام؟ جميل قوي. واضح. طب انا الانكم ستيتمنت بتقفل بالنيت انكم صح؟ والنيت انكم بيقفل في الميزانيه فين؟ في الريتند ايرنينج. طب عناصر الاو سي اي ديت هقفلها فين؟ قال لك خلاص جوه الميزانيه تحت الريتند ايرنينج كريت لي حساب سميه اكيوميليتد او سي اي. هتحط فيه الاثر التراكمي لعناصر الاو سي اي البافل. واضح؟ تمام، ماشي الحل. طيب لو انتوا عايزين فضولا اقول لكم هم عباره عن ايه، ممكن اقول لكم سريعا وانا عامل لها سلايد عشان بس بعرفها. دي بعض المصاريف الخاصه بالبنشن، ديت unrealized gain or loss unavailable for sale security، ودي foreign currency translation، ودي portion of cash flow hedge. الكلام ده according to the US GAAP. في الايفرس العناصر دي بتزيد بحرف الار اللي هو revaluation surplus الناشئ عن revaluation بتاع fixed assets. ماشي حل؟ طيب فالسؤال دلوقتي، هل عناصر التغير في الربح والخساره بتاعت عناصر الاو سي اي هل بتاثر على الايكويتي؟ الاجابه اه. هل بتمر جوه الانكم ستيتمنت؟ الاجابه لا. ماشي. اخر حاجه ديت انا مش راضي عنها. ماشي، هشرحها لكم بس انا مش راضي عنها، مش راضي عن وجودها هنا. بلاش منها طبعا. اوقات بينعقد مجلس اداره، اوقات بينعقد ايه؟ مجلس اداره، وياخدوا قرار بتجنيب جزء من الارباح المحتجزه سواء لتلبيه بعض الاغراض القانونيه او لتصورات للتوسع في المستقبل او 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 او. ماشي؟ ففي الحاله ديت الميزانيه لو الريتين ديرمنج بتاعتها 10 جنيه اخذنا قرار هنجنب 2 جنيه و8 جنيه هيبقوا ريتين ديرنج عاديه. فانت بتعمل الديسكلوجر ازاي؟ ان ابروبريتد ريتين ديرنج 8 جنيه وابروبريتد يعني ريستريكتد 2 جنيه. الكلام ده يستدعي المحاسب يرمي انتري. والله لو انت شركه فاضيه ونفسك تكريت حسابين غير الريتين ديرنج الاصلي، تسمي واحد ان ابروبريتد وتسمي واحد ابروبريتد وتعيش حياتك ماشي، او تستخدم الريتين ديرنج الطبيعي وتقول ديبت وتقول كريدت الابروبريتد على راحتك، بس ممكن ما تعملهاش انتري وتعملها على وش الميزانيه. فاهمين الكلام؟ واضح؟ انا بقى مش راضي عن الكلام ده هنا، لان كلايم كاتب ايه؟ كاتب هي فين البتاع؟ ترانسفير تو فور اند فروم. كاتب افكتنج net change in equity. ماشي، انا كان ادي الوضع before و after. before retained earnings كانت 10 جنيه من ضمن قروض تانية، after 2 جنيه 8 جنيه. فأي change انت بتصدق فيه؟ net change كمان. الـ equity ما تغيرتش. واضح؟ فدي انا محباني الحقيقه، موقعها هنا مش عاجبني. ده طريقه برزنتيشن بس يا مستر. ايه انت شايفها كبرزنتيشن بس كعرض؟ انا شايف ان الايكويتي بتاعتي قبل قرار مجلس الاداره وبعد قرار مجلس الاداره نفس الايكويتي.
تمام اه فاهم قصدي؟ فين بقى اللي هو نيت تشينج؟ انا مش شايف نيت تشينج الحقيقه. انا هبعت ايميل لجلايم عامة، هبعت له ايميل اقول له ان تكنيكالي الكلام ده انا شايفه مش سليم، هو برضو يجاوبني يمكن هو عبقري زمانه ولا حاجه. تمام، دي الحته اللي كنت بقولها لكم، المصاريف بتتسجل في الانكم ستيتمنت بعضها جاي بسبب الايه؟ كوزن ديفكت، زي الكوجز، زي الكوجز والادمن والادمن اكسبنسز ديت، زي السيلينج والجنرال ومش عارف ايه والليجال والبروفيشنال، دي مصاريف مرتبطه بالاذر اكسبنسز، والسيلينج ديت عشان خاطر الكرسي يتباع، يعني حبه مصاريف مانيفاكتشرنج وحبه مصاريف نون مانيفاكتشرنج، الانترست بتتسجل بالافكتيف انترست ميثود وهكذا، دي هناخدها برضو بالتفصيل قدام. طيب نحل السؤال الجميل ده. ده سؤال التيم بتاع ولي مألفه بيسليك فيه، وبيقول لك هنا ايه اكتشف ايه ابو العريف ده، ان ايرادات الشركة اوفر ستيتد. طيب تمام شغال، سيمي شغال معاكم؟ في حد عايز فيدباك؟ حد عايز فيدباك يا شباب؟ فيدباك سريع يا مستر معلش. بيقول لك ابو العريف المانجمنت اكاونتنت اكتشف ان ايرادات الشركه اوفر ستيتد، ايه من الحاجات ديت تفتكر يبقى سبب للايرادات تبقى اوفر ستيتد؟ فاهم؟ يعني نوت نورمال. تمام اه، ان في لوس ما اعترفش بيه، في محاسب رمى جيم بتاع بيع البكنه خلى جوه الايرادات، فخلى الايرادات اوفر ستيتد ريفينيو. واضح الكلام ولا ايه؟ تمام 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 انت. طيب اليو اس جاب، اليو اس جاب قال لك الانكم ستيتمنت ممكن تطلعها بشكلين، ممكن تطلعها عن طريق شكل اسمه سنجل ستيب او مالتيبل ستيب. السنجل ستيب ده اتعمل عشان الناس اللي بتقعد تتخانق، لا اللاين ده فوق، اللاين ده تحت، اللاين ده تحت بير السلم، قالوا لهم خلاص هنعمل لكم شكل كده للانكم ستيتمنت، ايرادات وكل الجينز وكل حاجه حلوه، ماينس الاكسبنسز وكل اللوسز والتاكس يديك النت انكم، ريحونا بقى. ماشي، السنجل ستيب طلعت عشان الشكل ده، ممكن اوريها لك سريعا كده لان اللاين ما جابهاش تقريبا مكسوف. بص كده الكلام ده مش شائع، طبعا مش شائع، معظم الناس شغاله مالتيبل. شايف ريفينيوز، نت سيلز، ديفيدنت ريفينيو، رنت ريفينيو، كل ما هو ريفينيو يديك التوتال ريفينيو، ماينس الاكسبنسز كوجز وكله بالانترست بالتاكسز يديك الايه التوتال اكسبنسز نت انكم. لو كده ليه السيرفي اللي معمول على الموضوع ده بيقول لك شركات قليله اللي شغاله كده. طيب امال بقى المالتيبل عامله ازاي؟ لا المالتيبل دي بقى اللي فيها الجروس مارجن المشهوره، دي بقى الموست كومن واي بقى اللي بنعرف بيها الانكم ستيتمنت، وافضل شكل لليوزر، يعني الشكل ده طبعا افضل لليوزر. بيعرض الانكم ستيتمنت ازاي؟ اظن كلنا قاعدين بالنا، يعني المبيعات بتاعتك ماينس الكوجز يديك جروس بروفيت. خلي بالك السنجل ما فيهاش جروس بروفيت، ماينس السيلينج والادمن يديك الانكم اللي جاي من الاوبريشنز، الانكم اللي جاي من الايه؟ من الاوبريشنز. يعني سيادتك فاتح ليه؟ انا فاتح عشان ابيع كراسي، دي تكلفه بيع الكراسي
ودي تكاليف البيعيه عشان اعرف ابيع الكراسي، ودي التكاليف الادمن ان لازم تكون موجوده عشان ابيع الكراسي. وقت الفكره تمام. عشان كده بيسموا السكشن ده اوبريتنج افري داي اول داي على راي الراجل بتاع بيكر. النون اوبريتنج بقى اي اذر ريفينيوز جاي بقى، ماجر حاجه، جينز بعت مكنه، اذر اكسبنسز، لوسز. جميل، هيديك الانكم قبل الضريبه، تطرح ضريبه الدخل. طبعا ضريبه الدخل بتطرح في لاين مستقل هنا، يديك النت انكم. دي المالتيبل ايه ستيب. يبقى المالتيبل ستيب ميزتها انها فيها جروس مارجن. طبعا الجروس مارجن ده رقم يوزرز كتير بيبقوا حاطين عينهم عليه، زي البنوك لما انت بتعوز تاخد كارد والكلام ده. تاني حاجه بتخليك انت كيوزر لما تيجي تعمل بريدكشن للمستقبل يهمك قوي جانب اللي انا فاتح له. فاهمين؟ تمام. طيب اوقات ربنا كده بيقدر لك تبقى شغال في شركه ويعملوا استراتيجيك شيفت على حظك. بيعملوا ايه؟ استراتيجيك شيفت على حظك. يعني مثلا شركه كان عندها برودكت لاين كبير، كانت عندها القدره على فصل ايراداته ومصروفاته، جت تخلصت منه. بيسموها عمليات غير مستمره، ديس كونتينيود اوبريشن، عمليات غير مستمره. مستمر. فالفاز بخايف على مين؟ خايف على اليوزر. فقال لك لو انت عندك عمليه غير مستمره، انت هنفترض اللي انت ايرادات اللاين ده كانت 1000 ومصروفاته كانت 1600، فخسائره عامله كام؟ 600. وهنفترض ان انت تخلصت منه وقيمته الدفتريه كانت 10000 وتخلصت منه ب 9000، يبقى انت عندك جين ولا لص من التخلص؟ لص. ده لص اون ديسبوزل، صح؟ تمام. والبي ام دي ال بتاعت القطاع اللي انت تخلصت منه ده، الاستراتيجيك شيفتنج اللي انت عملته ده، البي ام دي ال بتاعته مخسره بكام؟ 600. نفترض الضريبه 30%، فالخساره ديت عليها تاكس بنفيت عامله كام؟ 180، فالنت بتاع الخساره 420، والخساره دي عامله 1000، التاكس بنفيت بتاعها 30%، فان عامله نت كام؟ 700. الفاز بيجي قال لك ايه؟ قال لك سيلز ريفينيو ماينس كوجز يديك جروس مارجن ماينس 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 المفروض لحد الضرايب، ماشي؟ لو انا فرض ما عندكش ديسكونتينيود اوبريشن، ماشي؟ كنت هتقول ماينس الضرايب هيديك النت انكم، صح ولا لا؟ تمام. قال لك بص بقى، لو حصل ان انت عندك ديسكونتينيود اوبريشن قبل النت انكم، هتعمل هنا سب توتال كده، ماشي؟ او النت انكم ده في اللحظه دي يعني هنسميه انكم from continuing operation. واضح؟ لو انا ما عنديش ديسكونتوني، صح كده؟ تمام. كان زمان هيتسمى عندك نيت انكم، بس انت عشان عندك ديس فانت عايز تبين لليوزر تميز يعني. انا عندي انكم جاي من الكونتينوينج، يعني يا يوزر لو انت عايز تبص على الفيوتشر بتاع شركتي انا فوق، اللي تحت ده خلاص تخلصنا منه. تمام. واضح؟ وهتعرض الارقام دي نيت اوف تاكس كده. وهتعرض الارقام دي ايه؟ نيت اوف تاكس. واصله؟ طيب الشكل ده بيظهر عامل ازاي؟ انا جايب هنا البتاع ده من عند جلايم وجايبها من عند كيسو برضو، بس ايه؟ خلينا اوريها لك الاول من عند جلايم. دي قايمه الدخل بالمالتيبل. دي قيمة الدخل بالمالتيبل، ماشي؟ ايرادات مبيعات ماينس كوجز جروس بروفيت ماينس السيلينج والادمن يديني الانكم اللي جاي من الاوبريشن اللي انا فاتح له، ده الاوبريتنج سيكشن.
زائد النون اوبريتنج اهو هيديني الانكم اللي جاي من الكونتينوينج اوبريشن. اخد بالك من كلمه كونتينوينج اوبريشن؟ تمام. لو لقيت اللاين ده عند شركه اعرف حتما ان عندها ديس كونتينوينج اوبريشن. وصل؟ الشركه دي كان عندها جين من الديسبوزال ولا جين فروم اوبريشنز اوف كومبوننت انكلودنج لوس اون ديسبوزال ب 5000. هو حط هنا رقمين مع بعض اللي احنا كنا عاملينهم هناك على تو لاينز ماينس الانكم تاكس بتاعها اداك الجين فروم كونتينوينج اوبريشن ديسكونتينوينج اوبريشن عامل 6000 نت اوف تاكس. بعد كده النت انكم. طيب خليني اوريها لك هنا. الانكم ستمنت في المالتيبل هل فيها جروس بروفيت؟ الاجابه اه فيها جروس بروفيت. الحته دي بنسميها ايه؟ اوبريشن اوبريتنج. والحته دي بنسميها ايه؟ نون اوبريتنج. نون اوبريتنج. وبعد كده التاكس ده في لاين مستقل هيديني الانكم. المفروض هنا يديني النيت انكم. المفروض هنا يديني اصلا ايه؟ بس الشركه دي عشان عندي ديسكونتينيو حطينا الديسكونتينيو اوبريشن. هنا كان عندنا بيتزا ديفيجن جميل الانكم بتاعها البي ام دي ال بتاعتها كانت مكسبه ب 54 ماشي نت من ضرايب نت ب 24 وده زي المثال اللي انا شرحته لك ونص من الديسبوزال الفرق ما بين القيمه الدفتريه والقيمه اللي بعنا بيها الديفيجن عامله خسائر نت اوف تاكس 90. خسائر 90 دخلت في 54 جين او ربح الدب نص ب 36 276 ناقص 36 يدينا نيت انكم بكام؟ ب 240. 240 لو شركتك بقى على حظك الجميل عندك ديسكونتينيد اوبريشن في اللحظه دي هتضطر تعمل ايرننج بير شير عشان خاطر اليوزر برضه هنتعبك معانا. اعمل له ايرننج بير شير على مستوى اللاين ده وتعمل له ايرننج بير شير على مستوى ايه؟ اللاين ده وعلى مستوى اللاين ده وعلى مستوى اللاين ده ماشي؟ خلاص كده؟ الافصاح ده يا جماعه مانداتوري يا اما تعمله في وش الانكم ستمنت يا اما تعمله ورا مفيش مشكله بس تعمله. خلاص كده؟ خلاص كده؟ اللي هو ازاي الايرننج شير ده مثلا؟ عباره عن الانكم الافيلبل فور كومن شير هولدرز الانكم الافيلبل فور كومن شير هولدرز على عدد الاسهم الربح على عدد الاسهم تمام ده كلام عام لكن انت في فورت تو هتتروق ده كلام عام ماشي؟ بس نروح بارت 2 مفيش مشكله. اه لا الموضوع منفوخ في بارت 2 طبعا لان عدد الاسهم ده هو المفروض علميا اقول المتوسط المرجح لعدد الاسهم. تمام ليها حسبه كده عشان نوصل له ليلة. ايه؟ بقوله عشان نوصل لعدد الاسهم او المتوسط المترجح ده قدامنا ليله كبيره لازم تنجح في بارت 1 قصة جميلة. طيب أنا عايز أوريكم حاجة كده سريعة في معيار اتغير ونرجع تاني لموضوعنا ماشي؟ ماشي الحال؟ بصوا معايا كده انا كنت زمان بشرح من الكتاب ده الانكم ستمنت لانها انكم ستمنت محترمه جدا جدا الحقيقه يعني الكونتينوينج اوبريشن من اول ايرادات المبيعات تطرح طبعا الكوجز بص تفصيليه وممتازه الحقيقه هيديك البري تاكس انكم اللي جاي من الكونتينوينج اطرح الضرايب يديك الانكم فروم كونتينوينج اوبريشن هنحط الديسكونتينوينج اوبريشن
كان زمان في حاجه اسمها اكسترا اوردينري ايتم، كان في حاجه زمان اسمها ايه؟ اكسترا اوردينري ايه ايتم. الفازب خلافا للايفرس كانت دماغه ناشفه قوي، بس هو دلوقتي بقى زي الايفرس. لكن الشكل ده على المعيار القديم الامريكاني كان بيقول لك لو الشركه عندها ايتم unusual in nature و infrequent in occurrence لازم عشان خاطر اليوزر تعرضه له تحت حرف الدي mandatory. ماشي؟ net of tax. زي ايه؟ انت فاتح مصنع في مصر، هل في مصر حدوث زلزال usual؟ لا طبعا. frequent؟ لا. فلو انت عندك خسائر بسبب زلزال بوظ لك المصنع في مصر extraordinary يبقى لا في مصر، لانه unusual و infrequent الاثنين دول لو بقوا مع بعض بنحط الايتم تحت حرف الدي discontinued operation net of tax. الكلام ده اتغير يا جماعه، بقى زي الايفرس، ما بقاش يتعمل له في الانكم ستيتمنت الشكل ده. واضح؟ هتحطه فوق بس هتعمله ديسكلوجر مناسب، بس مش هتحطه تحت الديسكونتينيت اوبريشن. خلاص ماشي. عشان كده للاسف ما بعرفش استخدم قائمه الدخل دي، لان دي طبقا للمعيار القديم. عشان كده جلاين هنا لفت انتباهك، قال لك ايه؟ الاكسترا اوردينري ايتم خلاص خلصت، ماشي، نوت الاوت خلاص. واضح؟ تمام ماشي. لو دلنا السلايدز ديت وناخد بريك خمس دقايق بس على طيب ايه الميجر ديسكلوجر بقى اللي بتطلع مع قائمه الدخل؟ طبعا الايرنج بير شير، جداول حسبه الديبريشيشن، الكومبوننتس بتاعت المصروف الضريبه لقد ايه كرنت وقد ايه ديفيرد، والكومبوننتس بتاعت البنشن. الليميتيشن بتاع قائمه الدخل طبعا في حاجات ما بتتحطش فيها زي الاو سي اي، خلي بالك يا يوزر، ده ليميتيشن مبنيه على الاكرول اكاونتنج، فبنضطر نعمل ستمنت اوف كاش فلو بقى عشان تقدر تدج شويه في حته الليكويديتي، مبنيه على استيميت وجادجمنت، فخلي بالك. وده مرتبط بكل القوائم، حته الاستيميت والجادجمنت. حلو السؤال ده سؤال سي ام اي. طيب انا هقراه معاكم. طيب بيقول لك هنا الشركه ديت دخلت في خطه تبيع لاين اوف بزنس. حلو الكلام. وكانت شايفه ان البيعه ديت تعتبر استراتيجيك شيفت. جميل. طيب من اول 1 يناير السنه اللي فاتت لحد 31/5 اللاين ده كان مخسرنا 600,000. وافترض ان احنا بعناه بخساره ملهاش اي تاكس بينفيت، يعني بيقول لك جنب الضرايب دلوقتي، وانت بتعمل قائمه الدخل هتظهر ال 600 دي ازاي؟ هل هتحطها تحت حاجه اسمها unusual infrequent؟ لا. لا. هل هتحط ايه؟ دي. تمام. الاجابه دي تمام. كلنا وصلنا لدي؟ تمام خلاص. وانا تعبت نفسي وعمال اعمل خطوط. يمكن حد عايز فيدباك؟ يمكن انا بسال. احنا ايه؟ انا ماسكين. كمل كمل. طيب ولا هتظهر المليون ديت من ضمن ايرادات الشركه عادي، والمليون و600 دي من ضمن مصروفات الشركه عادي؟ طبعا لا، مش هنعمل كده. هل هتظهر ال 600 ديت كانه نص اون ديسبوزال وخلاص؟ لا طبعا، هنظهره في الديسكونتينيوت اوبريشن عشان خاطر عمو اليوم
ياخد باله. طيب قول لي التريتمنت لو انت عملت ديسبوزل لميجر اوبريتنج يونت هتعرضه ازاي؟ عايز واحد يلغي لي اجابتين في ثانيه. ده سؤال سي ام اي ده. الغي اجابتين في ثانيه. هل دي وهل دي هتبقى دي وهل دي صح ولا لا؟ تمام دي مش احنا بنعرض نيت اوف تاكس؟ مش احنا بنعرض الرقم نيت اوف تاكس؟ مش بعرضه بري تاكس؟ بعرضه نيت اوف تاكس. تمام واضح؟ واضح يا عطف ولا لا؟ واضح يا ريس. فاكر لما عملنا الرسمه دي البي ان ديل الضرايب بعرضه ب 420 تمام ماشي ماشي. فالاجابه بقى بي ولا دي؟ تمام يا سيلي تمام دي الإجابة دي. واضح قال دي من بدري أصلا. واضح واضح يا راجل. أوكي لو عندك ديسبوزل لحاجة زي كده بتعرضها prior period adjustment؟ تعرضها ازاي؟ تبقى بي يا مستر. بي تمام زي الفل زي الفل. طب انا فاضل لي حتتين كده في الانكم ستيتمنت عشان نقفل الفيديو على الانكم ستيتمنت، ايه رايكم؟ كمل يا ريس. حلو. طيب النهارده لو ربنا يسر لك كده الامر واشتغلت في شركه عندها عناصر الاو سي اي البف، في اللحظه دي بيبقى عندها حاجه اسمها الدخل الشامل يشمل الانكم ستيتمنت كامله زائد الاثر بتاع عناصر البف في حاجه اسمها كومبرهنسيف انكم. فالكومبرهنسيف انكم ده الكومبرهنسيف انكم ده مكون من ايه؟ ببساطه ممكن نكتبها هنا حتى كده نيت انكم از بير الانكم ستيتمنت زائد الاو سي اي اللي انا بختصرهم في كلمه ايه؟ بف. لو بالامريكاني هنزود حرف الار ده عشان خاطر الايفرس. يبقى لو حد بيسالني يعني ايه كومبرهنسيف انكم او بكام قيمته ايه فيها ايه؟ فيها اكتب كده كومبرهنسيف انكم ايكوال. واضح؟ واضح كده؟ جميل. طيب الكومبرهنسيف انكم عباره عن النيت انكم از بير انكم ستيتمنت زائد الاو سي اي اللي هي البفر. حلو؟ واضح؟ تمام. هل انا بقى محتاج هنا اقول لك النيت انكم جواها الانكم فروم كونتينيوينج اوبريشن والانكم فروم ديسكونتينيوينج اوبريشن؟ ما انت عارف بقى خلاص. ماشي؟ واضح؟ طيب ده بيتقفل في الايه؟ في ريتيند ايرننج. ده هيتقفل في حاجه اسمها اكيوميليتد او سي اي. شغال كده؟ طب العناصر دي ايه؟ البنشن. جميل. certain amount مرتبطه بالديفايند بنفيت بوست ريتايرمنت بلانز. يا ماما
الـ Unrealized Gain or Loss Unavailable for Sale Securities. ثانية واحدة أهو. طيب ماشي أوكي. الـ Foreign Currency Items, الـ Foreign Currency Translation, الـ Translation Gain or Loss يعني اللي جاي من الـ Foreign Currency. حاجة بيكر لسه نزودها امبارح, حاجة اسمها Instrument Specific Credit Risk, سيبك منها خالص مش هتجيلك الـ CME دي خالص. Effective Portion of Cash Flow Hedge والريفاليويشن سيربلس في حاله ده بس للايفرس. الكلام ده يا جماعه كله مش مطلوب منك في السي ام اي اكسبت ده بس, ده اللي مطلوب منك وده هندرسه بالتفصيل قدام. واضح كده الموضوع؟ تمام. يبقى كل الكلام ده سيادتك عليك تعرفه بس كحروف ومعناها ايه, يعني ايه اللي قصادها, عشان لما يجيلك سؤال زي اللي هتشوفه حالا تعرف تحله, تبقى عارف ايه اللي بيخش جوه الانكم ستمنت وايه اللي بيخش في الاو سي اي, وان الكومبرهنسيف انكم حاصل جمع النيت انكم زائد الاو سي اي. طيب نحل السؤال ده. انتوا بتهزروا يا شباب؟ بتهزروا. الكومبرهنسيف انكم حاصل جمع الانكم ستيتمنت زائد الاو سي اي, انكم ستيتمنت زائد باف. شباب, استاذ وليد واستاذ عاطف وعسلي باشا, ايه استاذ عثمان, في ايه؟ طب حل انت يا مستر. والله ايه ايه, انتوا تخيلتوا انتوا عملتوا ايه ولا ما تخيلتوش؟ يعني ايه كومبرهنسيف انكم؟ نيت انكم باف. الله ينور عليكم. النيت انكم بقى فيها الموضوع ده؟ لا طب فيها الموضوع ده؟ لا. ازاي تتلخبط في سؤال زي ده؟ أنا هو سؤال ويلي اللي مألفه بس حرام برضو يعني. طيب خلاص كده الإجابة هي يا جماعة. طيب سواء نفس برضو طريقة التأليف بتاعتهم, يقول لك الكومبرهنسيف انكم جواه إيه؟ جروس مارجن بس ما فيهوش جينز, جينز بس ما فيهوش جروس مارجن, ولا جينز وجروس مارجن, ولا جينز ولا جروس مارجن. إيه السؤال أهبل أصلا؟ الإجابة إيه؟ سي. ده بقى سؤال سي ام اي, ده سؤال جميل.
اسال سؤال بريء. ممكن اتفضل يا مستر. كسبان انكم 10 جنيه نيت انكم وخسران في البف 3 جنيه يبقى الكومبرنسيف كام؟ 7. حلو قوي. اما اقول لك اي معلومات بقى على البريك داون بتاع النيت انكم يخصك في حاجه؟ لا هو بيسال الاو سي اي. انا النهارده السؤال بيقول لي الكومبرنسيف انكم بتاعك كام؟ الكومبرنسيف انكم عباره عن حاجتين، نيت انكم الراجل طيب ومديلك متشفي وحبه او سي اي. انا عندي نيت انكم ب 12 مليون، عناصر الاو سي اي اللي قدامي مكسباني ولا مخسراني؟ خسراني. الانيوجوال مش معانا مستر. هو الانيوجوال لوس كانت من الاو سي اي من البف. لا مش من البف. مش الكومبرنسيف انكم ده عباره عن نيت انكم زائد بف. تمام يبقى 12 مليون و25 الف مستر. معلش تمام صح ولا لا يا شباب؟ معلش احنا اتلخبطنا. لا مفيش مشكله بس انتوا لاقطين مستر. ممكن توضيح لي هو الانرلايزد جين اند لوسز؟ بص بص يا 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 مين بيتكلم؟ وليد. مين؟ وليد. وليد وليد سمع. بص يا وليد يا ربي هنعمل كده يا ربي. هل الرقم ده جيفن؟ اه يا ربي. ها؟ ايوه 12 مليون. بص يا ربي. هل لحظة واحدة كده شباب، لحظة واحدة. انتوا معايا؟ هو مديني نيت انكم ده بكام؟ 12 مليون. حلو قوي. عناصر الاو سي اي بقى من هنا فين؟ 25 صح كده؟ تمام. حلو قوي. يبقى انا هاخد ال 12 زائد ال 25 بس كده. هو بقى الراجل اللئيم بيقول لك خلي بالك عندك انيوجوال لوس. ما الانيوجوال لوس ده اوريدي كان احد محددات النيت انكم. واصله؟ تمام. واضح الكلام؟ ماشي نسيبها ومش هتخسر. طب ده بقى واضح ده يا شباب؟ واضح ده؟ تمام يا مستر. الإجابة إيه؟ الإجابة بي. تمام 950 زائد 90 ناقص 20. حل ده؟
خلاص يا شباب هنقول ايه 1,530,000 ماينس 1,050,000 1,065,000 ناقص 90 زائد 90 ده جيم يعمل كام 315 اوكي غلط يا جماعه ضرب 105 تقريبا مئة وخمسة مش موجودة لأن الإجابات ما فيهاش 405 يا مستر عشان الستة الديفيدنس 411 إيه عشان الديفيدنس وإحنا الإنكم بنخصم منها الديفيدنس يا مستر what هي ريسيفد فتتضاف صح يا مستر الكاش الديفيدنس ريسيفد معناها ان انت كنت معاك فلوس بحيرات رحت اشتريت اسهم شركه ثانيه الشركه دي وزعت لك ارباح فقلت ديبت الكاش كريدت الديفيدنت ريفينيو تمام تمام فدخلت في مكونات البي ان ال بتاعتك واضح واضح يا مستر بس هو الراجل ده كان لازم يحط ب 405 الأجوبة. عشان نغلط بس طيب الفاز بيجي قال لك او احنا رحنا سألنا الفاز لو احنا عندنا البف نعرض البف ده ازاي بقى لليوزر قال لك قدامك طريقتين بس كانوا زمان ثلاثة دلوقتي طريقتين بس لإما تعرضهم في one statement format يعني ايه هتعمل كده قيمة الدخل الشامل وتعمل الانكم ستيتمنت نيت انكم بتحط تحتها مباشره الاوسي اي الشركه دي كان عندها حرف اليو بس رامي معاها 30,000 فعملت كومبرهنسيف 140 دي اول طريقه وان كونتينوس ايه فورمات وان ستيتمنت ماشي طب ايه الشكل الثاني يا فازب قال لك تعملهم في تو ستيتمنت يعني ايه تكتب انكم ستيتمنت كسبت كام في الانكم ستيتمنت 110 خد خط واكتب كومبرهنسيف انكم ستيتمنت وهات اللاين بتاع الانكم ستيتمنت تحطه تاني وحط عناصر البف يبقى انا قدامي طريقه كده كله ورا بعضه في وان ستيتمنت او انكم ستيتمنت واقفلها وافتح كومبرهنسيف اخد الانكم ستيتمنت تاني جواها اخر لاين واحط عليه البف واصله واضح؟ تمام كان في طريقه ثالثه زمان موجوده اتشالت حل السؤال الجميل ده سؤال ويلي برضو خلاص يا شباب اللي جاب ايه اللي جاب ايه زي الفل طيب احنا كده خلصنا سب يونت بتاع الانكم ستيتمنت السب يونت الثالث وخلصنا السب يونت الاولاني يعني اخذنا من يونت 1 الاولاني والثالث الاولاني والثالث احنا البالانس شيت ما تاخدش في ايدينا نص ساعه تحب ناخدها ولا ايه رايكم انا بالنسبه لي زي الفل
ايه النهارده كده يا مستر؟ انت اظن عندك الساعه كام يا عاطف؟ الساعه 10. حلو قوي، خلاص خلاص نوقف على كده النهارده ونتقابل بقى ان شاء الله الاما في ميعادنا. عايزين نحل اكتر من كده، احنا حلينا الحمد لله حبه حلوين جدا يعني اكتر من المرات اللي انا كنت بشرح فيها الحته ديت يعني ونحل يعني، لكن استيل في اسئله تانية ممكن نبص فيها. فمعانا برضو الاسبوع انا الاسبوع ده عندي الدنيا يوم الجمعه ان شاء الله نسهر ان شاء الله يعني، هحاول ابدر شويه ان شاء الله بس اللهم ثانيا انا الاسبوع ده لو حد محتاج حاجه بس يقول لي الدنيا يعني ايه في الكريسماس والناس بره هاديه شويه، فالشركه عندنا يعني ايه كله بقى اخد اجازات، فلو حد محتاج حاجه يبعت لي. ماشي الحل؟ تمام خلاص. انت يا عاطف هترفع لنا المحاضره صح؟ حالا يا ريس. ايه؟ الهاند اوت. انا هبعت لكم دلوقتي الهاند اوت، هبعت لكم السلايدز والاسئله يا ريس. والاسئله حاضر. هبعت لكم السلايد زائد النوتس يعني، هبعت لكم مرتين نفس الملف مرتين خلاص، عشان لو انا كاتب حاجه تبان لكم يعني، انا اوقات ببقى كاتب حاجات تحت السلايد يعني مثلا هنا كده لو عملت كده هتلاقي الاجابه بضطر السلايدز والنوتس. ماشي اوكي. كان ذاكر من السلايد مثلا الفار الفار كده ده انا اخد جلايم كله ومزود عليه كيسه، فكده انت تمام قوي 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 قوي. السلايدز حلو تمام ماشي. انا يعني انا عامل هاند اوتس في الكلام ده، بس هاند اوتس مطوله جدا يعني احنا مش محتاجينها، احنا اللي احنا شرحناه ده النهارده زي الفل قوي بالنسبه لك في امتحان السي ام اي. خلينا في اللي زي الفل. اسال على حاجه فخر، اعتقد ده تلفزيون او حاجه. خلاص نشوفكم كده يا شباب. ماشي يا ريس. السلام عليكم. وعليكم السلام. بص يا عم، اصل هو دلوقتي كل